أهلا بكم. نبرة أمريكية مرتفعة سجلت في الساعات الماضية تجاه روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية. الرئيس الأمريكي باراك أوباما حذر نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصال هاتفي من أن موسكو ستواجه عزلة دولية، فيما أكد بوتين حق موسكو في الدفاع عن رعاياها ومصالحها. 90 دقيقة عبر الهاتف هي مدة المكالمة بين الرئيسين الأمريكي باراك أوباما والروسي فلاديمير بوتين، والتي قد تغير ملامح الأزمة الأوكرانية. التحذيرات المتبادلة طغت على فحوى الاتصال الذي لم ينتهي بأي اتفاق يذكر. الرئيس الأمريكي قال لنظيره الروسي إن موسكو انتهكت القانون الدولي بنشرها قوات عسكرية في أوكرانيا، وعليه ستواجه عزلة دولية بسبب هذا التدخل، وطلب إعادة القوات الروسية إلى قواعدها. لم يكتفي أوباما بهذا التهديد فقط، بل إنه أعلن أن بلاده ستعلق مشاركتها في الاجتماعات التحضيرية لقمة مجموعة الثمانية التي تستضيفها روسيا في حزيران يونيو المقبل. لكن الرئيس بوتين الذي بدا متمسكا بمواقفه والذي حظى بدعم المجلس الاتحادي الروسي قال إن من حق بلاده الدفاع عن رعاياها ومصالحها في أوكرانيا، وإنه ماض في هذا الخيار. اتصال الزعيمين انعكس سريعا على وزيري دفاع البلدين. عبر اتصال آخر أعرب فيه وزير الدفاع الأمريكي عن قلق بلاده من التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا، والذي وصفته الخارجية الأمريكية بالاحتلال، في الوقت الذي لم تعلن وزارة الدفاع الروسية عن أي تدخل عسكري. عندما يأتي الحديث عن التدخل الروسي في أوكرانيا، يعلق في الأذهان اسم منطقة القرم ذات الأغلبية الروسية، والتي رفع سكانها العلم الروسي واستقبلوا جنودا لا يحملون أي هوية غير أنهم يتحدثون اللغة الروسية. وفي الأمم المتحدة بقيت المواقف متباعدة بين روسيا والدول الغربية بعد جلسة طارئة طلبت بريطانيا عقدها لمناقشة الأزمة الأوكرانية. كثيرون استحضروا صورا من أرشيف الحرب العالمية الثانية في مشاورات مجلس الأمن الدولي. اختلف الأعضاء على كل شيء بعد التحركات العسكرية الروسية في القرم. اتهموا روسيا بخرق اتفاق بودابست لحماية أوكرانيا، أمر يعطي الولايات المتحدة وبريطانيا الحق في الدفاع عنها حسب التفسير الغربي وحكومة كييف. المملكة المتحدة تدعم كليا حكومة أوكرانيا التي تواجه تهديدا لسيادتها ووحدة أراضيها. روسيا ردت بأن القوات تحركت على الأراضي الأوكرانية وليس ضد أوكرانيا، وطلبت العودة إلى الاتفاقات التي سبقت الفوضى الأخيرة، وحذرت من دعم الجماعات المتطرفة التي ترتكب جرائم عنصرية. التحرك العسكري سيتم فوق الأراضي الأوكرانية وليس ضد أوكرانيا إلى حين عودة الأمور المدنية والسياسية إلى وضعها الطبيعي. الرئيس بوتين لم يأمر باستخدام القوة. الطريق لم تكن سالكة أمام المبعوث الدولي روبرت سيري لزيارة القرم، وكذلك هو الحال بالنسبة للمبعوثين الأوروبيين والأمريكيين. إننا أمام لحظة حاسمة، والولايات المتحدة تعتبر أفعال روسيا في أوكرانيا سلوكا لا يليق بدولة عضو في مجموعة الثمانية، والولايات المتحدة ستدعم الشعب الأوكراني والحكومة الأوكرانية في كييف. إزاء هذا التشدد، كثرت الدعوات من الأمين العام للأمم المتحدة لتبريد الأزمة وفتح باب الحوار. العبارة الأخيرة التي أطلقتها الولايات المتحدة بعد كل هذه الاجتماعات والمشاورات كانت تحذيرية بل تهديدية لروسيا من عقوبات سياسية واقتصادية وربما أكثر في حال عدم الامتثال والحوار وعقد اجتماعات من أجل ذلك في القريب العاجل. نزار عبود، الأمم المتحدة، نيويورك، الميادين. احتجاج غير مسبوق بين حزب الله والرئيس اللبناني ميشيل سليمان بشأن المقاومة. سليمان أشار إلى أن قصر بعبدة بحاجة إلى الاعتراف بالمقررات التي جرى الإجماع عليها في إعلان بعبدة، فيما اعتبر حزب الله في بيان له ردا على دعوة سليمان إلى عدم التشبث بمعادلات خشبية جامدة، اعتبر أن قصر بعبدة بات يحتاج فيما تبقى من العهد الحالي إلى عناية خاصة لأن ساكنه بات لا يميز بين الذهب والخشب.
إسرائيل حاولت اختبار حزب الله مطلع الأسبوع، قصفت طائراتها موقعا له عند الحدود اللبنانية السورية. اختيار إسرائيل لهذا الموقع كان مقصودا لأنه يقع في منطقة تحتمل الشكوك في ملكيتها بين لبنان وسوريا. هل في الأمر رغبة بمواجهة أوسع؟ ولماذا هذا التصعيد الإسرائيلي الآن؟ سامي كليب والتفاصيل. اعتقدت الحكومة الإسرائيلية أن الحزب لو كان ضعيفا فهو لا يعلق بذريعة أن الأرض المستهدفة تحتمل ألا تكون لبنانية. فوجئت بأن الحزب كشف العملية وهدد إسرائيل بالرد في الوقت المناسب وقال إن الأرض لبنانية. شعرت إسرائيل بالقلق، أخلت مناطق حدودية، لجأت إلى استعدادات عسكرية معهودة. ذهبت القناة العاشرة إلى حد القول إن بيان حزب الله كسر قواعد اللعبة. صحيفة هارتس تحدثت عن تعزيز الحماية لمسؤولين إسرائيليين، أكدت قلقا إسرائيليا من رد حزب الله الذي يريد الثأر أيضا لاغتيال عماد مغنية وحسان اللقيس. هل المواجهة ممكنة؟ إسرائيل تتحدث عن 100,000 صاروخ أو قذيفة صاروخية عند حزب الله، تدرك قدرات الرد عنده، تفضل إذن الآن عدم الانزلاق إلى مواجهة واسعة. وحزب الله الذي تؤكد مصادره أن قواته ذات العلاقة بالصراع مع إسرائيل لا تزال تعزز جهوزيتها على نحو منفصل تماما عن القوات المقاتلة في سوريا، قد يكون هو الآخر غير متحمس لفتح جبهة جديدة مع إسرائيل في الوقت الراهن. مع ذلك ثمت ملاحظات لافتة تحيط بالتصعيد الإسرائيلي، أولها إصرار طرف لبناني على حجب كلمة مقاومة من البيان الوزاري للحكومة، ثانيها دخول الرئيس ميشيل سليمان على الخط رافضا ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة، ما دفع الحزب للرد عليه ببيان شديد اللهجة، ثالثها تكثيف اللقاءات والمؤتمرات الدولية لدعم الجيش اللبناني من دول راغبة أصلا بإنهاء حزب الله ومقاومته. قد يبدو تصعيد إسرائيل إذن ليس مرتبطا بصواريخ استراتيجية تقول إنه يتم نقلها من سوريا إلى الحزب، وإنما بجس نبض احتمال تغيير قواعد اللعبة مع الحزب في لبنان وربما التأثير على دوره في سوريا. كل الاحتمالات واردة، لكن الأكيد أنه لم يعرف عن حزب الله أنه يهدد دون أن ينفذ، وفي هكذا حالات غالبا ما يختار طريقة وساعة الرد، حتى ولو أن الأولوية الآن بالنسبة له هي حسم الصراع في سوريا لصالح المحور المنتمي إليه. أكد مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري أن الجيش السوري قادر على حسم المعارك في اليرموك وعدرا خلال ساعتين، لكن هناك أكثر من 70,000 رهينة في هذه المناطق، وهو ما يمنع الجيش من استخدام الطائرات والدبابات في قصف هذه المناطق. يعني في حدا بيصدق أن الجيش السوري غير قادر على إنهاء قصة مخيم اليرموك بساعتين أو عدرا؟ الجيش قادر يا أخوان بساعتين، لكن في 70,000 رهينة human shields بعدرة مثلا بيبرود مدنيين. الجيش لا يستطيع أن يقصف أماكن مدنيين، عنده هليكوبتر وعنده طيارات وعنده دبابات وقادر ينهي المشكلة بسرعة، بس كمان الرئيس ما بده ضحايا مدنيين، لأنه في تجار قاعدين بمجلس الأمن وبالجمعية العامة عم يبيعوا ويشتروا اليوم 100,000 بكرة 110، وبعدين على كيفهم بيلعبوا بالرقم. أكد أسرى من كمين العتيبة الذي نفذته وحدة من الجيش السوري يوم الأربعاء الماضي أنهم مسلحون وكانوا ضمن مجموعة كبيرة للقيام بعملية عسكرية لفك الحصار المفروض على المسلحين داخل الغوطة الشرقية، وقالوا أنهم ينتمون إلى مجموعات مسلحة أبرزها لواء الشباب الصادقين التابع لجبهة النصرة. إجا الساعة 9 المساء، أجهزوا حالكم مشان الشغل. ركبنا في السيارات اتجهنا في اتجاه الميدان مشان نطلع إلى بير القصب. مشينا بنهر مشينا فيه شي 3 كيلو، بعدين قعدنا شوي ردينا مشينا، ظلينا ماشيين صوب سكة القطار. مشينا بعد سكة القطار بشي كيلومتر صار الانفجار فينا، ما دوينا عشي، ما دويت عشي. قعدت ليلة، أول ليلة في البحرة، قعدت تاني ليلة من بين القصبات.
كمشن الجيش العربي السوري. كلياتنا حاملين سلاح، كلنا حاملين سلاح على اساس انه نفتح طريق العتيبه، بس ما طلع بيدنا لانه قوات الجيش الباسل عامل كمين ممتاز واصطاد فينا بالعبوات الناسفه. تمكن الهلال الأحمر السوري من الدخول إلى سجن حلب المركزي بعد توقف دام أكثر من أسبوع. الهلال الأحمر أدخل وجبات غذائية ومساعدات طبية في مقام فريق التدخل الميداني في الهلال الأحمر بإجلاء 22 جثة ممن قضوا خلال الأيام الماضية. قبلت الاحتجاجات المناهضة لولاية أو للولاية الرابعة للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بقمع من قبل قوات الأمن. الوقفة الاحتجاجية دعت إليها جمعيات ومثقفون عبر مواقع التواصل الاجتماعي. بداية الاحتجاجات كانت بنقاش حاد بين شخصين، الأول مع ولاية الرابعة لبوتفليقة والثاني ضدها، ثم تطورت المشادات ما بين المحتجين ورجال الأمن ليبدأ مسلسل الاعتقالات وجر كل واقف في الشارع إلى سيارة الشرطة. الأموال تاع البلاد، الأموال تاع لازم تستمر المظاهرات لقول كلمة لا للعهدة الرابعة. الرئيس مريض، ربي يشفيه يروح يروح. إذن بقوة شبهت هذه الحركة الاحتجاجية ضد الولاية الرابعة للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، فهي معالم وحالة القهتبة. ردود الفعل الأولى حزب السلطة جبهة التحرير الوطني وصف تحرك الشارع بالمؤامرة الخارجية ضد إرادة الجزائريين، أما المعارضة فتمسكت بالمقاطعة وانتقدت ترشح بوتفليقة بالوكالة. من ينادون بأن هناك في الجزائر حراك أو أشياء رافضة للعهد الرابع أو لغيرها، هم أناس عجزوا على دخول المعترك السياسي، هم أناس يمكن أن يكونوا أطراف خارجية تريد أن تزعزع استقرار الجزائر. رئيس الجمهورية يعني عاجز حتى على أن يعلن بنفسه الترشح، مما يدل بأن الحكم سيكون بالوكالة، معنى ذلك أن الذين سيحكمون البلد لا يعرفهم المواطن الجزائري، وهذا سيدفع إلى تمدد شبكة الفساد وإلى غياب منطق الدولة، وهذا يعرض البلد إلى مخاطر كبيرة. قبل أيام من انتهاء الأجل القانونية لإيداع ملفات الترشح لرئاسة الجزائر، تعيش هذه الأخيرة ضغطا متزايدا بعد إعلان بوتفليقة الترشح، ضغط يقع على المجلس الدستوري، الهيئة الرسمية الوحيدة التي تقرر ترشيح بوتفليقة ومن سينافسه في السباق الرئاسي المقبل. أسامة عبد النور، العاصمة الجزائرية، الميادين. أدت الحكومة المصرية الجديدة برئاسة إبراهيم محلب اليمين الدستورية أمام الرئيس المؤقت عدلي منصور في قصر الاتحادية. الحكومة التي ضمت 30 وزيرا احتفظ فيها وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي بمنصبه، إضافة إلى وزير الداخلية محمد إبراهيم. في وقت قياسي لا يتجاوز 48 ساعة أنهى رئيس الوزراء إبراهيم محلب تأليف حكومته محتفظا ب19 وزيرا من وزراء حكومة الببلاوي، من بينهم وزير الدفاع المشير عبد الفتاح السيسي ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم. يعني هناك عدة أمور لابد أن تقوم الحكومة الجديدة بالاستجابة إليها، منها أولا إحداث انفراجة سياسية حقيقية بين أطياف الشعب المصري، ثانيا الاستجابة إلى المطالب السريعة والعاجلة للمصريين بشكل واضح، خاصة وأن العدالة الاجتماعية ما زالت على رأس الأولوية لجميع المصريين، أيضا التعاطي مع ملف الأمن والإرهاب بشكل أكثر إنجازا وأكثر حقنا لدماء المصريين. مطالبة رئيس الحكومة الجديدة الشعب المصري بالصبر على حكومته التي وصفها بحكومة مقاتلين، تعكس في رأي المراقبين مدى قلقه من الإضرابات العمالية التي أدت دورا كبيرا في استقالة سلفه حازم الببلاوي. نتحقق مطالب الشعب المصري، ألا وهي أن الوزراء تنزل من مكاتبها وتشوف المطلوب. رئيس الوزراء إبراهيم محلب يوفق في اختياراته الجديدة، وأن الحكومة اللي تيجي معاه تساعده، والشعب لازم يتعاون معاه برضه. إحنا في ظل فترة عايزة ناس حكومة فدائيين لمحاربة الظلم والفساد والقضاء على البلطجة. حكومة قصيرة العمر، إذ من المتوقع أن ينتهي دورها عقب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها خلال شهور.
بعيدا عن التحديات الاقتصادية والأمنية التي تنتظر حكومة محلب، هناك تحد آخر يتمثل في عنصر الزمن، فقصر عمر الحكومة يجعل من الصعب عليها تحقيق إنجاز ملموس خلال تلك الفترة المحدودة. سمية الشناوي، القاهرة، الميادين. أعلنت المفوضية العليا للانتخابات بليبيا فوز 47 مرشحا في انتخابات الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، وحجبت نتائج 13 مقعدا جراء المقاطعة وظروف أمنية. هذه الانتخابات جرت في ظل مقاطعة الأمازيغ بسبب رفض المؤتمر الوطني مبدأ التوافق في التصويت على بنود الدستور. تظاهروا، أقفلوا مؤسساتهم، أغلقوا حقول النفط، ورفعوا الصوت عاليا في المؤتمر الوطني. جميع وسائل الضغط أقدم عليها أمازيغ ليبيا لإقرار مبدأ التوافق عند التصويت على بنود الدستور. جميعها لم تفلح، فما كان أمامهم سوى مقاطعة انتخابات لجنة إعداد الدستور. توافق في التصويت يريدونه لحفظ هويتهم ولغتهم في الدستور الجديد، مثلا زي اللغة، زي العلم، النشيد، الهوية، اسم الدولة، هذه طلبنا فيها توافق. التوافق يعني التعطيل، وبعبارة أخرى إعطاء الفيتو لبعض الأقليات. من هذا المنطلق يخشى بعض أهل السياسة من تعطيل الأمازيغ إخراج دستور جديد للبلاد. لنفترض أن الإخوة الأمازيغ قالوا أن لن نوافق على أي شيء لا يسمي الدولة الجمهورية الليبية أو دولة ليبيا. هنا يعترض القوميين العرب ويقولون لن نمرر أي قرار بهذا الشأن. ترفرف أعلام الأمازيغ في كامل ليبيا وينظمون دوريا مهرجانات، لكنهم يخشون من عدم دسترة حقوقهم، لذا يلوحون بتأسيس برلمان أمازيغي. نحن كمجلس أعلى لأمازيغ ليبيا في صدد انتخاب مجلس جديد، سيكون هذا المجلس وريد شرعي للمجلس الأعلى، ستكون أهدافه ومهامه أوسع من المجلس الحالي، وهذا المجلس سيكون منتخب من المجتمع الأمازيغي بالكامل. لا إحصاءات دقيقة حول عدد الأمازيغ في ليبيا، فنسبتهم تقدر ب5% أو أكثر قليلا. هم طبعا يرفضون هذه النسبة ويؤكدون أن عددهم أكثر من ذلك بكثير. خطوات تصعيدية إذن مفاتئة يتخذها أمازيغ ليبيا، فيما يبدو أنه إصرار على انتزاع حقوق تضاهي تلك التي يتمتع بها أبناء عمومتهم في المغرب والجزائر وأبعد من ذلك. مراد الدلانسي، طرابلس، الميادين. وافق البرلمان التركي على قانون يقضي بإغلاق آلاف المدارس الخاصة التي يدير الكثير منها الداعية الإسلامية فتح الله جولن. هذا القرار يضاف إلى سلسلة قرارات أخرى اتخذتها السلطات التركية في ظل احتجاجات داخلية وانتقادات أوروبية. عمر كايت. سلسلة إجراءات وافق عليها البرلمان التركي في الأسابيع الماضية، كان آخرها إغلاق آلاف المدارس الخاصة التي يدير الكثير منها الداعية الإسلامي فتح الله جولن. إجراء رأى فيه متابعون للشأن التركي أن أردوغان يسعى من خلاله إلى توجيه ضربة قاسمة لحليفه السابق وخصمه الحالي فتح الله جولن، باعتبار أن المدارس الخاصة أهم مصدر للرجل وجماعته. قانون إغلاق المدارس أتى عقب العديد من القرارات التي اتخذتها الحكومة، من بينها تجديد الرقابة على مواقع الإنترنت وإلحاق مؤسسات القضاء بوزير العدل. إجراءات أثارت تظاهرات احتجاجية في الداخل وانتقادات أوروبية باعتبارها تهدد الوضع الديمقراطي في البلاد. صراع أردوغان مع خصومه تزداد حدته، ولا سيما بعد فضائح الفساد الكبيرة التي أظهرت تورط العشرات من المقربين من رئيس الحكومة في مشاريع بناء وتهريب ذهب وتلقي رشا وتعاملات غير مشروعة مع دول أخرى. هذه التطورات تأتي قبل شهر من الانتخابات المحلية التي ستشهدها تركيا، إذ ستكون بمثابة اختبار لشعبية حزب العدالة والتنمية ومستقبله. جولة على أبرز عناوين الصحف العربية الصادرة صباح هذا اليوم مع الزميلة سارة الحاف. سارة، صباح الخير. صباح الخير سلمى، تفضلي. يعطيك العافية، أهلا بكم من جديد. جولتنا في عناوين الصحف العربية نبدأها مع صحيفة الشرق الأوسط، عنونت روسيا تختار سياسة حافة الهوية تجاه أوكرانيا، بوتين يحصل على تفويض باستخدام القوة العسكرية، وكييف تدعو للتعبئة، مشاورة أوروبية وفي مجلس الأمن.
الرئاسة المصرية لهذه الصحيفة: الأمن القومي من أولويات الحكومة، قصف بالطيران لمواقع تكفيريين بسيناء، وتوقيف 49 السيسي باق في قيادة الجيش. وأيضا نقرأ في الشرق الأوسط: مصادر فلسطينية، اتفاق الإطار يوقع في واشنطن، أوباما يتدخل شخصيا لإنقاذ عملية السلام ويلتقي نتنياهو وعباس. من صحيفة الشرق الأوسط إلى الوطن السورية، وفيها: الجيش يعتقل ويقتل عشرات الإرهابيين في يبرود، أقل من كيلومتر يفصله عن فك حصار سجن حلب المركزي. الآن بتوادروس ما يحدث في سوريا: انتحار. وإسرائيل قالت صاروخا جبل الشيخ أطلقا خطأ. إلى الشأن المصري مع صحيفة الجمهورية، وفيها: 20 وزيرا من الحكومة السابقة وأحد عشر وجها جديدا، والسيسي النائب الوحيد لرئيس الوزراء. منصور يشيد بالببلاوي في أول اجتماع لحكومة محلب. مرسي كان معزولا بمنطقة أبي قير العسكرية، النيابة تكشف مكان احتجازه بعد 30 يونيو. إلى الشأن العراقي وصحيفة الدستور: الانتقادات تفشل اجتماع اسطنبول بين ممثلي الإرهاب والتجار. بغداد تتحرى عن أنابيب مخفية لتهريب النفط من كردستان، الإقليم يتسلح بخيار حجب المياه عن العاصمة والمحافظات. صحيفة الدستور لكن هذه المرة الأردنية جاء فيها: الطيران الإسرائيلي يستبيح أجواء جنوب لبنان حتى جبل الشيخ، السعودية تتهم روسيا بإبقاء الأزمة مشتعلة في سوريا للعام الثالث، واشنطن تعين سفيرا مؤقتا في دمشق خلفا لفورد. وزير الداخلية الأردني حسين المجالي قال: لا ندرب ولا نسلح المعارضة السورية. وأيضا في الدستور: كييف، موسكو أرسلت آلاف الجنود إلى القرم، المجلس الفيدرالي الروسي يوافق على تدخل عسكري في أوكرانيا. ونختم مع صحيفة الأيام البحرينية ونكتفي بهذا العنوان: روسيا تتهيأ لتدخل عسكري وتعبئة بأوكرانيا، مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة، وأمريكا تحذر. هذه كانت جولة على أبرز عناوين بعض الصحف العربية لتحليل هذه العناوين ومناقشتها في برنامج آخر طبعة. والآن إليك سلمى. سارة شكرا جزيلا. والآن إلى فقرة الماضي الحاضر.